أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قال وزير الحكم المحلي بالحكومة المقترحة بضد جانسو أن البلديات مستعدة للتعاون مع حكومتهم للعمل على إقامة الانتخابات في موعدها المحدد. جانسو في تصريحات له الاثنين أوضح أن الظروف الأمنية في ليبيا مهيئة لإجراء الانتخابات، وذلك للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة حسب قوله. هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج قد أعلن عن بدء التجهيزات مع المفوضية العليا للانتخابات لإجراء انتخابات على المستوى الرئاسي والبرلماني في العام المقبل. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس إيمانويل ماكرون اتفق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على ما وصفته بمواصلة الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في ليبيا والتصدي لكافة أشكال التهريب. الرئاسة الفرنسية في بيان لها الاثنين ذكرت أن الاتفاق بين ماكرون وبن زايد جاء خلال محادثة هاتفية جرت بينهما تطرق فيها إلى العديد من القضايا المتصلة بالمنطقة وخاصة الشأن الليبي، مؤكدين على ضرورة تواصل الجهود الدولية برعاية الأمم المتحدة. شدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على أهمية التنسيق والتعاون بين تونس والسودان في عدد من القضايا التي تشغل المنطقة في مقدمتها الأزمة الليبية. السبسي في لقاء الاثنين مع وزير الخارجية السوداني أحمد غندور بقصر قرطاج أكد على أهمية دول الجوار في مساعدة الشعب الليبي، مشددا على ضرورة تشجيع الليبيين على التوافق للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة. أكد منتسبو وحدة حماية النفط والغاز بموقع جويبيا بمنطقة نالوت في بيان لهم أن عملهم ينحصر فقط في حماية مقدرات وقود الليبيين ولا علاقة لهم بأي تجاذبات سياسية حاصلة في البلاد. بدوره طلب أمر وحدة خطوط النفط والغاز بمليت العقيد العموري أحمد في تصريحات صحفية الأحد، طلب جهاز حرس المنشآت النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط بتقديم الدعم والمساندة لمنتسبي الوحدة الذين يعملون بكل جهد على تأمين خطوط ومحطة ضخ النفط بمنطقة نالوت. في ختام الموجز شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.